मैं पढ़ता हूँ सबसे पहले नबी शरीफ के सबसे बड़े इमाम शेख अब्दुर्रहमान अल-हुसैफी जो फजर की नमाज पढ़ाते हैं सर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم حرم شریف کے شاید آپ
सुनी गए उनको ले जाए। बहुत प्यारा अंदाज है शेख माहिर अलवाकरी, तुम्हें कह रहा किसी आवाज़ अच्छी नहीं है उनकी कॉपी करें। और दुनिया में एक मॉडल है शेख माहिर अलवाकरी, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير عليهم وعلى الله
اچھا جی، یہ فرمائش آئی ہے شیخ یاسر دوسری امام آف مسجد حرام، سب سے چھوٹے امام ہیں، یہ پہلے تراویح پڑھاتے تھے تو اس سال ان کو حرم شریف کا امام بنایا گیا اور یہ ریاض میں تراویح پڑھاتے تھے، سب سے چھوٹے ہیں اور بہت ینگ سے، تو ان کی فرمائش آئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا
Allah.
عليكم.